السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آمنة نمر أحمد صليبي من ناصبي من العوارضة من الحارة الشرقية. أمي وأبوي من ناصبي، بس أنا مواليد الأردن مقيمة في المملكة العربية السعودية مرخة مكة المكرمة. بعد السلام لجميع أهلي بفلسطين بالأردن وبكل المهجر بالعالم كله. أشكر موقع عرب اللي أتاح لنا الفرصة لحتى نطلع على الشاشة العظيمة الصغيرة هاي ونشوف الأحبة والأحبة يشوفونا، يسمعونا الأحبة والأحبة يشوفونا. نعم حجي، يعني احنا بنعرف قديش انت بتساعدي كل اهلك اللي بيجوا من فلسطين الداخل، تحكي لنا يعني انت علاقاتك جدا كبيره هنا مع التجار ومع الاهل. والله هون السعوديه المملكه العربيه السعوديه حلوه وناسها كويسين، والاسعار زي مش زي ما بحكي الحجاج بيطلعوا دعايات، الاسعار حلوه كثير وزي ما ببيعونا ببيعوهم. نعم بس هن انتبهوا، في ناس ايش بتقدر تعمل بتسوي. نعم لكن بالنسبه لخدمات كحكومه شيء برفع الراس وبقدر، واحنا بنقدرهم وبنشكرهم على مجهودهم العظيم اللي بيقدموه للحجاج في كل مكان. وانا بطلع على الحاج عشان اساعد كل قرايبي وكل حبايبي، وفي ناس عندكم ما بعرفهم الحاج بس انا بحب ارشدهم، في ناس بقبلوا في ناس لا، والحمد لله احنا بخير وبنحبكم وحبونا وقدر كل سنه. الله يخليك حاج، تحكي لنا ايضا مشاعر جياشي، يعني انت من مواليد الاردن ولكن اهلك ابناء الناصري، مين بالناصري لك اخوال عمام؟ انا ام ابوي من دار عابد اسمه نمر احمد صليبي ساكن عند مسجد السلام، واني بنت خليل سليمان ساكنه بالحاره اللي عند كراج ايجر، اخوالي فيصل وابراهيم وتوفيق ويوسف وعمامي ال دار عابد. نعم تحكي لنا بتزوري البلاد، وانت اخر مره زرتيها؟ اخر مره زرت البلاد في سنه 98 97 وهناك طبعا اكيد بتتذكري كثير امور اللي او الامور اللي بيحكوا لك اياها الوالد والوالده. اكيد بحب الناس اللي بروح كل ما بروح غاد ببكي عليها وبتمنى ارجع لها، لان ابوي الله يرحمه كان يحلفنا يقول يا امتى تاخذوني عن مصر، والحمد لله رحنا وشفنا مصر وشفنا الاهل شيء بيرفع الراس. نعم طبعا انت بتعيد على اهلك الجميع. بعيد على كل اهلي بالاردن وفلسطين، واكثر شيء اقدر شيء بعيد على امي حبيبتي واخوتي بالاردن وعلى اهلي بالمصر، اخوالي عمامي امي نبال الشيخ عوده. نعم الشيخ عوده ايش اسمها؟ بار خليل سليمان. كل عام وانتم بخير حجي، شكرا لك، الله يقويك، اتمنى لكم التوفيق والعوده في السنه المقدسه ان شاء الله. شكرا لك، شكرا، الله يسلمك. تفضلي حجي، تعرفين حالك؟ انا نعم عام امين زايد من ناصر ام نضال. اهلا وسهلا فيك يا حجي. عارفك عليها كمان شو بتقولي؟ أيوة. هاي بنت اخت جوزي وانا بنت عمي. يعني انت مرت خالها؟ ايوه انا مرت خالها. اهلا وسهلا فيك. افتكرنا احنا وياها بالسعوديه هنا. نعم بشكر الدول الحكومه السعوديه يعني استقبلتنا استقبال منيح منيح منيح. نعم بتمنى لكل واحد يجي يزورنا يزور هاي البلاد ويشوف قديش قدموا لنا خيرات، مزبوط كناش عارفين هيك يعني. نعم طيب حجي، يعني اولا احنا معاكي موقع العرب، احنا صحيفه كل العرب من الناصري. بعرف. اي نعم، فشو شعورك يعني انت تلتقي فيها هاي الانساني اللي هي بتخرب بك وبتخرب لجوزك دم ولحم هاي؟ يعني نعم. انا انت ما بكون نشلتني يعني. نعم. ما كنتش اتصور هالقد يعني. الله يسعدك. لا ما كنتش اعرف اتدور يعني. كثير ساعدتنا وساعدت الحجاج كلياتهم ما شاء الله. نادر عمرها بس تساعد كل الحجاج 48 ما شاء الله. حجي انت تحكي لنا انت شقيقه طيب الذكر المرحوم توفيق زياد. توفيق زياد انت شقيقته اخته؟ انا شقيقته من ابوه. نعم هي اول مره بتحجي حجي؟ اول مره باجي على هالبلاد هاي. وكيف لقيتي هالبلاد؟ جنه كثير كثير حلو، انا من زمان استدعي ربي تعمل الحجه اروح حج وازور هاي البلاد المقدسه بيت الحرام. نعم وشو الكلمه بتوجهيها ايضا للي ما حجش؟ بتمنى له يحج يجي حج ويزور هاي البلاد. نعم يتنعم ويشوف اذا انا حاكي صح ولا لا يعني. نعم ولما عرفوا الاهل في فلسطين في الناصر شو بيقولوا عن علاقتك معها؟ كثير كثير ودتني نصور على شو اسمه
شافون على الفيسبوك وشافوني كثير انبسطوا فيي، واليوم اتصلوا فيي دائما بيتصلوا فيي ومبسوطين كثير، يعني انا مبسوطه والتقيت بنت اخته. شو بتوجهي كلمات للاهل في الناصره؟ كل سنه وهن سالمين وطيبين ويتعاملين، الله يهديهم يجي يزور هاي البلاد. بقول لك انا بقدر اساعد اي شخص فلسطيني بالمهجر، احنا لو حتى تغربنا ما بننسى بعض، لو كان من سوريا جاي من هون من هون من اي دوله بالعالم واشم ريحته فلسطيني لازم اساعده. حتى زوجي مره من الامارات، هو استشاري كان بشركه مكه لانشاء والتعمير، اجوا شباب جابوا له ست كبيره قالوا له مهندس هذا فلسطيني لازم تشيله، جاب لي اياها على البيت ولفينا ندور ندور لأجل الصدفة. السكن اللي هي فيه كانت خالتي هي وجوزها أحمد عتام للنراني، نعم جاي وأنا ما بعرفها نهائي، نعم نزلهن جوزي وروحنا، نعم لما نزلوا بالفندق قالوا لها إحنا تلاقينا مع ناس من الناصر اسمها فلان الفلاني، صارت تعيط خالتي، نعم وراحت للشرطة السعودية قالت لهم بطلب منكم تدلوني على الجالية الفلسطينية في مكة، نعم. أنا بدي أدور على بنت أختي، نعم. قالوا لها ممنوع، فديت أنا اتصلوا أهلي فيه من عمان قالوا لي هاي خالتك في الناصرة في مكة اطلعي شوفيها، وطلعت ساعدتها، وأنا بحب أساعد كل واحد يحكي أنا فلسطيني، نعم. وما يهمهن إحنا هون أهلهن وناسهن، لو نتغربنا مش مشكلة بس منضل نحب بعض منضل حن بعض. وبتمنى من كل فلسطيني بالمهجر يدير باله على أخوه الفلسطيني، وحتى لو اجوا لهاي البلد يعرفوا حالهم بين اهلهم بالسعوديه، اخوانهم السعوديين، والسعوديين مش ممكن انه يشوفوا واحد وقع ما يوقفوا معه، السعوديين كثير كثير ناس عظماء بقدموا كل حاجه، نعم. واهم شيء بتمنى من كل لحظه لم الشمال لكل الفلسطينيين، وتفتح الابواب وترجع الاحباب وترجع الغياب ويرجع كل الناس لبعض، نرجع ارض فلسطين وارجع ارض ابوي اللي خلت عيسى اللي صادروها اليهود، وارجع لبيت جدي، ارجع تحت الداليه عند الزيزة فوني واجلس هناك واتذكر واتمتع بحياه كل اهلي وجدودي، نعم انا واخواني. وبعدين بالنسبه بدعي لكل الشعب العربي انه ربنا يحن عليه ويكون معه ويكون يحفظه، الله ينصر المسلمين في كل مكان ان شاء الله. يعني اختنا ام ابراهيم، احنا بنتذكر انك مرتين ثلاثة طبختي وجبتي لنا على مناسف، ما بعرف شو بتسموها انتم هذا الطبيخ، هاي نحكي لها القدرة، القدرة جبتوا لنا اياها على الفندق، وصدقيني يعني كثير من الحجاج قالوا هاي أول مرة بنشبع لأنه أكل فلسطيني قح، أيوه متعوب فيه وفيه نفس فلسطينية، صح، نعم هي أصلها طبخة خليلية، نعم بتنعمل بالفخار وبنحط لها هيل كثير وحمص بس وجزر، نعم بتنعمل على حمام وبس. يعني احنا متشكركم، نشكر اخونا ابو ابراهيم برضو اللي دعانا على اكلة سمك برضو، ومبين انه الكرم فلسطيني قح عندكم، اكيد اكيد احنا الله يخليكم اخوان، احنا اخوانكم وين ما نروح ان شاء الله، وين ما نوقع وين ما نيجي احنا فلسطينيين من برا في راسنا وكل العالم كله، انه الفلسطيني ما بموت، لسه صوته عالي ولسه موجود برفرف كل الاوطان ورافع راسه وين ما يروح. بارك الله فيك، بتمنى لكم السعادة والتوفيق وإن شاء الله العودة لفلسطين، ويجوا أخواننا سواء سعوديين مصريين يجوا على الناصرة يجوا على القدس وترجع الأقصى إن شاء الله. تفضلي بالخير. نعم حجي، ايش بدك احكي انا؟ يعني الحكي اللي حكته زي عد اللي راد بالضبط، انا موافقه على كل كلمه انه هذا المزبوط، يعني هي ما جابت شيء يعني.